يخص ان الارتباط بالجنس في الحيوانات، مثل ما قلنا تكلمنا عن القطط، الان راح نتكلم عن الدجاج. الدجاج عندنا صفتين اللي هي نمو الريش السريع، وعندنا لون الجلد الابيض مرتبط بالجنس. اثنيناتهم مرتبطين بالجنس واثنيناتهم متناحيين. انتبهوا طبعا هنا لون الجلد وليس الريش، يعني اكو لون جلد اسود او لون جلد ابيض. المهم الجلد الابيض هو راح يكون متناحي وموجود على كروموسومات الجنس. طبعا كروموسومات الجنس في الطيور راح تكون هي الزيت والدبليو، الزيت يقابل الاكس والدبليو يقابل الواي. نخلي ببالنا انه الذكر عكس الانسان يكون هو زيت زيت، يعني كانما نقول اكس اكس، والانثى راح تكون زيت دبليو. الصفه تكون محموله على كروموسوم زيت، فنعطيها مثلا ك سمول اي سمول اي، هذا يعني نقول لون ابيض، وكابيتال اي سمول اي هذا ليس ابيض، يبقى انه هذا متناحي وهذا هو يكون مو ابيض بس يكون حامل للصفة. عندنا نبقى ان فقط الصفات المرتبطه بكروموسوم واي، يعني فقط على كروموسوم واي تنتقل من الاب الى الابناء، مثل عندنا وراثة الشعر الموجود على صيوان اذن، هي الوراثة الهولندرية، تنتقل من الاب فقط الى الابن مباشرة. طلع هذا ما يخصنا الانواع السيادة، وان شاء الله نحاول نعطيكم امثلة عنها، وبعدين احتمال نعطيكم واجبات عنها. اتمنى ان يكون الموضوع سهل وواضح لكم. تحياتي لكم.